يتقدم 145,458 طالبا وطالبة لامتحان الثانوية العامة التوجيهي غدا الثلاثاء في أول أيامه بحسب جدول الامتحان المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم. للحديث حول هذا الملف نرحب بمدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة. صباح الخير دكتور محمد. بشكل سريع، أبرز إرشاداتكم للطلبة في الساعات الأخيرة قبل بدء رحلة الامتحانات. يعطيك العافية أستاذ، شكرا لاهتمامكم بالشأن التربوي أولا. ثانيا أنصح أبنائي المشتركين في امتحان شهادة دراسة الثانوية العامة بالمذاكرة المركزة والاعتماد على المنهاج المدرسي في المذاكرة والابتعاد عن هذه الملخصات الموجودة الآن بالأسواق والمكثفات، والتركيز فقط على المنهاج المدرسي، لأن المنهاج المدرسي هو المرجعية الوحيدة للجنة وضع الأسئلة، وأطمنهم أن الأسئلة لن تخرج عن المنهاج المدرسي مطلقا. أيضا بنصح أبنائي الطلبة بالابتعاد عن السهر إلى ساعات طويلة. بنصحهم بوضع فترات استراحة بين الوجبة الدراسية والأخرى حتى يستعيد نشاطه. أيضا أنصحهم باستثمار ساعات الصباح الباكر، لأنه الذاكرة تكون أنشط ما يمكن في وقت الصباح الباكر. أيضا أنصحهم بعدم الاستماع للشائعات التي تكثر في مثل هذه الأيام، وأخذ المعلومة من مصدرها الصحيح وهو وزارة التربية والتعليم. أيضا أنصحهم بالاطلاع على التعليمات الناظمة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة والالتزام بها، الذهاب إلى مركز الامتحان قبل ساعة على الأقل من موعد بدء الامتحان حتى يتعرف الطالب إلى قاعته الامتحانية ويألفها ويرتاح نفسيا عند الدخول إليها. أيضا أنصح أبنائي الطلبة بأنه يترك كل شيء يتعلق بالامتحان خارج قاعة الامتحان، أيضا يترك الجهاز الخلوي خارج القاعة، الساعات الإلكترونية، السماعات اللاقطة وغيرها من الأشياء التي يمكن أن توقع في لا سمح الله في حرج هو في غنى عنه. أيضا أنصح أبنائي الطلبة عند الدخول إلى قاعة الامتحان أن يقرأ الأسئلة قراءة متأنية ويبدأ بالإجابة عن الأسئلة التي يستطيع الإجابة عنها، ويترك الوقت المتبقي للأسئلة التي يريد أن يفكر بها أكثر إن شاء الله ويجاوب عليها كلها. يعني إدارة وقت الامتحان مهمة في مثل هذه الامتحانات. أيضا بدنا ننبه أنه يعني ورقة الأسئلة، أيضا ورقة القارئ الضوئي، دفتر الإجابة هي وثائق محمية يجب المحافظة عليها، ولا يجوز بأي حال من الحال تمزيقها أو العبث بها، ويجب تسليمها جميعها إلى مراقب القاعة. بطمن أبنائي الطلبة أنه الأسئلة ضمن مستويات متدرجة، منها السهل ومنها المتوسط ومنها من ما يعني يعالج القدرات العقلية العليا. جميل. طيب دكتور محمد، سؤال يعني اليوم هل الوزارة جاهزة بشكل كامل وأنهت كل الاستعدادات للامتحان؟ وفي شق آخر ذكرت السماعات والساعات الذكية وأجهزة الهاتف الخلوي، هل ما زلتم تستخدمون أجهزة قطع بث الاتصالات والتشويش عليها داخل القاعات؟ بالنسبة لجاهزية الوزارة جاهزة منذ أكثر من أسبوعين لعقد هذا الامتحان. جميل. سواء في مركز الوزارة أو في الميدان، قاعات الثانوية العامة كلها مجهزة بما يناسب أبناء الطلبة ويوفر لهم بيئة امتحانية مناسبة. يعني احنا نتواصل مع قطاع الاتصالات من أجل وننسق من أجل يعني التشويش على الاتصالات، وقف بعض التطبيقات الموجودة في فترة فقط عقد الامتحان وفي المناطق التي يوجد فيها مراكز امتحان. نعم. جميل. بدي أشكر وجودك معنا مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم دكتور محمد كنانة، شكرا جزيلا لك.